السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. صفحة 101، كتاب فضاء رياضيات المستوى الثالث ابتدائي. أستعمل الأجزاء كل شريط وأحسب الفرق واكتب. نستعمل أجزاء هذا الشريط وغادي نحسب الفرق. إذا عندنا 4 على 8 ناقص 3 على 8، إذا 1 2 3 4 على 8، نقص منهم 3، 1 2 3، شحال بقى لينا؟ إذا تساوي 1 على 8. إذا 2 على 4 ناقص 2 على 4 أو 4 على 4 ناقص 2 على 4، إذا 1 2 3 4. إحنا حيدنا منهم هاد الجوجات، شحال بقاو لينا؟ إذا تساوي لينا 2 على 4، يعني شنو درنا؟ هنا عندنا 4 من أصل 8، حيدنا منهم 3، شحال يبقاو لينا؟ لقينا 1 على 8. عندك مثلا قطعة ديال التفاح مقسمة ل 8 ديال الأجزاء، وكاينة 4 من أصل 8، يعني كاينة غير 4 من أصل 8 قسمتيها، يعني مقسمة ل 8 ديال الأجزاء وبقاو فيها غير 4. هادوك 4 نقصتي منهم 1 3، شحال يبقاو؟ غيبقى 1 جزء من 8 ديال الأجزاء اللي باقي أصلا. إذن مرو هنايا 5 على 6 ناقص 1 على 6 شحال كتساوي؟ إذا شحال عندك هنا؟ 1 2 3 4 5، عندك 5، شحال تنقص منها؟ تنقص منها 1. إذا دير 5 ناقص 1، إذا كتعطيك 4. 4 من أصل ماذا؟ 4 من أصل 6. إذا هنايا غادي نشوفو، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا شحال من جزء ملون؟ 8. شحال من جزء ملون في 8؟ ملون 7. 1 2 3 4 5 6 7، هي هادي 7. شنو ناقص منها؟ ناقص منها جزء واحد، هي 1 على 8 تساوي 7 ناقص 1 تساوي 6 على 8. إذا نشوفو التمرين الأخراني أو الأخير. أثناء حفل عشاء جلس حول الطاولة 10 أشخاص، 4 على 10 منهم أطفال و4 على 10 منهم طفلات والباقي راشدون، وحدد الكسر الذي يمثل عدد الأطفال والطفلات معا وعدد الراشدين. إذا شحال جلسوا الطاولة؟ جلسوا منا 4 على 10 منهم أطفال، يعني 4 على 10 منهم أطفال، زائد 4 على 10 منهم طفلات تساوي 8 على 10. إذا هنايا عندك 8، يعني 8 ديال الأطفال والراشدون، شحال العدد ديالهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا هنايا 10 ديال الراشدون، هنايا 10، 10 ديال الكسر ديال المقام. إذا 10 ناقص 8، 10 ديال الناس نقصنا منهم 8 ديال الأطفال، شحال تبقى لينا؟ تبقى لينا 2. إذا 10 ناقص 10 تبقى هنايا 10. طريقة الجواب على التالي، يعني كيفاش حتى لقينا هاد العدد هذا، ولا كيفاش لقينا هاد الإجابة هادي. إذا لاحظ معايا جيدا، عندك 10 الناس، هما هنايا واحد، مثلا عندك عرس وعندك حفل ديال عيد الميلاد، عرفتي الأصدقاء والصديقات ديالك وكل العدد ديالهم هو 10. أصدقاء كانوا 4، أنت كتبتيهم، الصديقات كانوا 4، إذا المجموع شحال؟ هو 8، يعني 8 على 10 كانوا غير أصدقاء ديالك وصديقات، وأنت عندك 10 في الحفلة، إذا بقاو ليك 2. بغيتي تعرف عدد ديال اللي ماشي أطفال أو عدد اللي ماشي أصدقاء ديالك، يعني اللي كبار، ماماك وباباك مثلا، ولا الأقارب ديال الأصدقاء ديالك، شنو غدير؟ درنا 10 ديال الحضور كامل على 10، يعني 10 على 10 ناقص 8 ديال الأطفال، يعني ديال الأطفال نقصنا منهم 8. إذا 10 ديال الحضور كامل نقصنا منهم 8 ديال الأطفال، ملي نقصنا منهم 8 ديال الأطفال بقاو لينا 2. إذا العدد اللي ماشي ديال الأطفال هو 2، والعدد الإجمالي هو 10، يعني راه ماشي تقول 10 ولا جاو 10 أخرين 20، لا، أنت عندك حفلة فيها غير 10، ودوك 10 أنت نقصتي، حسبتي عدد الأطفال هما 4 وعدد الطفلات هما 4، عطاوك 8. إذا 8 من أصل ماذا؟ 8 من أصل 10. وانت شنو عندك؟ عندك 10 في الحفلة، اذا ندير 10
ناقص 8 علاش عطيك 2؟ اذا العدد ديال الناس اللي حضروا كبر من الاطفال هما 2، واضح؟ اذا هنايا عندك 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، عندك 5، عندك 5 ديال الاطفال، يعني الاطفال عندك 5، وعندك الاشخاص البالغين 1. اذا الحفله شحال كانت؟ الحفله كانت 5 على 6، 5 على 6 كانوا عندك كبار وصغار مخلطين، وكان فيهم غير شخص واحد اللي كبير هو، يعني 1 على 6 دير 5 ناقص 1 كتعطيك 4 على 6. اذا 7 على 8 ناقص 1 على 8 شحال كتساوي؟ اذا 7 على 8 ناقص 1 على 8، اذا عندك 7 ديال الحضور كبار ومنهم واحد صغير. اذا شنو هدير؟ هدير عدد ديال الاشخاص كاملا ناقص عدد ديال الكبار. اذا عندك 7 في الحفله ماشي تنقص منهم واحد، واحد اللي كبير، اذا هدير 7 ناقص 1 تعطيك 6. 6 من اصل ماذا؟ 6 من اصل 8 ديال الحضور، يعني شحال حضروا عندك 8، انت كتكتب شي 8 هنايا. اذا نشوفوا هنايا، انا عندك حفله فيها 4 ديال الناس، يعني 4 اللي جاوا الحفله، هدير 4 ناقص 2، اذا 4 ناقص 2 يعني 4 ديال الحفله 2 ما جاوش. اذا شحال جا من واحد؟ جاو 2 من 4، تعرضتي لاربع الناس جاو بجوج وجوج غيبو، اذا جوج على 4 هما اللي جاو. انا درت شي حفله فيها 4، 4 اللي حضروا وثلاثه ما حضروش، اذا شحال من واحد حضر؟ اذا حضروا 4، شحال من واحد ما حضرش؟ حضروا 3. اذا غدير 4 ناقص 3 تعارض على 4 وجاوك 3، اذا شحال من واحد جا؟ جا واحد، واحد من اصل ماذا؟ واحد من اصل 8، فهمنا؟ هذا كيتسمى عمليه الطرح، الاعداد الكسريه لمقامين موحدين. اذا كنا مع الصفحه 101 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. نتمنى الحلقه نال الاعجاب ديالكم، لنضرب لكم موعد من جديد على قناتنا المدرسه للجميع مع فيديو اخر ان شاء الله ودرس اخر. بالتوفيق ومتمنياتي لكم بالنجاح والسداد، و الى اللقاء ان شاء الله. ودائما اقول واكررها، حفظ جدول الضرب هو السبيل الوحيد لضبط الرياضيات، لأن الرياضيات تقوم على ثلاثة: الزائد والناقص والضرب، والضرب سوف تحتاجه في القسمة. إذا إذا حفظتي جدول الضرب يعني راه بحال اللي ضبطتي القسمة وعملية الضرب. إذا غيبقى لك غير الزائد والناقص، هادوك كيكونوا شوية سهل المقارنة مع الضرب والقسمة. هنا غادي نحبس الفيديو ديالي، نضرب لكم موعد من جديد إن شاء الله على قناتنا المدرسة للجميع. كنتم مع الصفحة 101 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. إلى اللقاء.